أنا أعتقد أن النظام الإيراني يعني يتصور بهذه النقطة أستاذ أحمد ببراغماتية ذاتية، بمعنى هو يحاول أن يزيح الخصوم بمحاولة تبرير الخروقات الأمنية. يعني هو يتهم كل المعارضين، يعني أنصار الحركة الإصلاحية يتهمون بالتعاون مع إسرائيل، المتظاهرون 1600 التي تحدثت عنهم مجموعة عدالة علي في تقرير بي بي سي، كلهم هؤلاء كل معارض للنظام ويعمل مع إسرائيل. فلذلك يحاول أن تستخدم هذه الورقة لمزيد من الضغط على الخصوم، وليس ضغطا على النظام نفسه الذي يعني يتحدث عن فكرة مثلا اختراق أمني حصل. يعني حتى عندنا في العراق حينما يحصل اختراق أمني أو يقصف مثلا موقع أمني عراقي، تقوم الدنيا ولا تقعد، وبالإعلام نتحدث، ورئيس الوزراء يخرج ليبرر. في إيران لا، يتم استثمار الخروقات الأمنية أنا أعتقد لمحاولة تصفية الخصوم وكسر الثنائيات الموجودة في الداخل الإيراني. أنا هذه انطباعاتي، هذا ما أقرأه بالصحافة الإيرانية أستاذ أحمد. كما تعرف حضرتك أنا عندي يعني محبة حقيقة خاصة لكشف يعني لقراءة إيران من الداخل. أنا يمكن يعني هذا الموضوع اللي أركز عليه، يعني ليس فقط لأني عشت في إيران، ولكن لأني أقرأ الصحافة الإيرانية باستمرار وتابع الدراسية وأنا أحللها وأقدمها للمشاهد العربي عبر قناتكم وعبر القنوات الصديقة.